هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هعرفكم ازاي تحددوا نوع بشرتكم. من اكتر الاسئلة اللي اتطلبت مني ازاي اعرف نوع بشرتي، لانه بيترتب عليه انكم تستخدموا منتجات فعلا مناسبة ليكم. فلو انتي مش عارفة تحددي نوع بشرتك او مبتدئة في العناية بالبشرة، تابع معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي أنا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. أول حاجة لازم تبقوا عارفين إن البشرة 4 أنواع: بشرة دهنية، بشرة مختلطة، بشرة جافة، وبشرة عادية. والحساسة دي حالة مش نوع. وحابة أعرفكم معلومة مهمة جدا بخصوص البشرة الحساسة دي: بتكون حالة بنكتسبها مش بنتولد بيها، إلا في حالات مرضية معينة زي الإكزيميا أو أي نوع من أنواع الحساسية المرضية. فالبشرة الحساسة بنكتسبها بسبب عادات غلط أو استخدام منتجات مش مناسبة لنوع بشرتنا، فبنكتشف في الآخر إن بشرتنا بقت حساسة. وللأسف في الحالة دي البشرة بتتحول إن هي تكتسب صفة الحساسة، يعني بتبقى دهنية حساسة، مختلطة حساسة، جافة حساسة، عادية حساسة، بسبب عادات غلط احنا عملناها، فخلاص البشرة اكتسبت هذه الصفة. فأنا في الفيديو ده هعلمكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا ازاي تحددوا نوع بشرتكم. لو انتم مش عارفين نوع بشرتكم او مبتدئين في العناية بالبشرة، هنعمل مع بعض خطوة بسيطة جدا هتسهل علينا الموضوع. اول حاجة هنروح نغسل بشرتنا بالغسول المناسب ليها او النوع اللي احنا بنستخدمه، وبعد كده هنستنى من نص ساعة لساعة من غير ما نستخدم اي حاجة بعد الغسول، لا تونر ولا كريم ولا اي حاجة خالص. وكمان مش هنقعد في التكييف، هنقعد في الجو العادي الطبيعي. وبعدها هنروح نبص على المراية وهنبتدي نشوف بشرتنا. الحاجة هنلاحظ الاماكن التي زون الاول عشان نتأكد اذا كانت بشرتنا دهنية ولا مختلطة ولا جافة ولا عادية. هنشوف الاماكن اللي هي التيزون المعروفه. لو لقينا في اماكن التيزون دهون، هنبتدي نلاحظ بقى باقي البشره عشان نعرف اذا كانت هي دهنيه ولا مختلطه. لو لقينا الخدود والباقي البشره ما فيهاش دهون، يبقى انت كده بشره مختلطه. لكن لو لقينا التيزون فيه دهون وباقي الخدود والجناب بتاعه البشره فيها برضو دهون، يبقى انت كده بشره دهنيه. وبعد كده هعمل حركه بسيطه عشان تعرفني اذا كنت انا عاديه ولا جافه. هحط ايدي على بشرتي بالطريقة دي واشيل ايدي بسرعة. لو رجعت بسرعة زي ما هي، مفيش كرمشة ولا حسيت ان الجلد مشدود ولا اي حاجة، يبقى انا كده بشرة عادية مفيهاش اي مشاكل ومفيهاش دهون ومفيهاش اي حاجة. لكن لو حطيت ايدي كده على بشرتي ودست كده وحسيت ان جلدي مشدود، وكمان المكان اللي ضغطت فيه عمل كرمشة ورجع ببطء، يبقى انا كده في الحالة دي بشرة جافة. ودي اسهل طريقة ممكن تعرفوا بيها اذا كنتوا بشرة دهنية ولا مختلطة ولا جافة ولا عادية. وطبعا لازم، مهم جدا تفتكروا ان احنا مش هنستخدم اي منتجات قبل ما نعمل التجربة دي. تمام كده، خلاص احنا عرفنا نوع بشرتنا. في خطوة تاني برضو اساسية: لو انتي بشرتك مختلطة، لازم تعرفي ان البشرة مختلطة كذا نوع. في مختلطة مايلة للدهنية، مختلطة مايلة للجفاف، مختلطة مايلة للعادية. هنعرفها ازاي؟ هنعرفها بكل سهولة. المكان اللي هو غير مكان التيزون، اللي هو مكان الخدود، لو المكان ده عندك مشدود وفيه قشور، يبقى انت كده بشرة مختلطة مايلة للجفاف. لو ما عندكش اي مشاكل في المكان ده، يبقى انت مايلة للعادية. تمام كده. ولازم تكونوا عارفين معلومة تانية مهمة عشان تسهل عليكم الموضوع: ان البشرات ممكن تتغير مع الفصول، وارد جدا خاصة البشرة المختلطة. في الشتاء بتميل للجفاف، وممكن كمان في الصيف تميل ان هي تكون دهنية. ودي بشرة تعتبر بشرة محيرة جدا، وهي اكتر نوع بشرة محيرة البشرة المختلطة. فلو انتي محتارة جدا في نوع بشرتك، فانتي في الغالب هتكون بشرة مختلطة. لكن باقي انواع البشرة حتى لما بتتغير مع الفصول، فهي بتتغير وتميل اكتر لحالتها. يعني البشرة الجافة في الشتاء بيزيد الجفاف بتاعها، البشرة العادية بتبقى جافة حاجة بسيطة، البشرة الدهنية في الشتاء بيكون افراز الدهون عندها اقل، وده طبيعي جدا. فعشان كده ما تقلقوش جدا لما تلاقوا طبيعة البشرة بتتغير، فده شيء عادي جدا، هي بتتغير مع عوامل الجو او ظروف الجو. وكمان على فكرة البشرة بتتغير مع السن،
يعني ممكن تكون انتي في سن المراهقة بشرتك دهنية جدا، ومع استخدام منتجات لعلاج الدهون والحبوب كل ما بتكبري في السن تبتدي بشرتك تتحول لمختلطة. وكمان لو انتي بشرتك مختلطة واستخدمتي علاجات للدهون او للحبوب وبدأت تكبري في السن، ممكن البشرة تتحول من مختلطة لعادية. فعشان كده لازم تلاحظوا بشرتكم من وقت للتاني، لان هي بطبيعتها عادي بتغير نوعها. تمام كده، ويا رب اكون قدرت اشرح لكم ازاي تعرفوا نوع بشرتكم بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان وضحت لكم التغيرات اللي بتحصل في البشرة عشان يكون الموضوع كمان سهل عليكم. ولو حابين تسألوني عن اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. وشكرا ليكم، مع السلامة.